الحمد لله، يعني كان ضروري خصنا شي فوز باش نخرجوا من ديك النتائج السلبيه، نرجعوا الثقه ونرجعوا للجمهور ديالنا حتى هما باش يفرحوا. الحمد لله اليوم الدراري كيف شفتوا في المباراه كانوا رجال، قدمنا واحد المستوى اللي يمكن كان متذبذب شويه في بريمير ميطا ومي دوزيام ميطا، دخلنا عازمين باش نرجعوا في المباراه. الحمد لله الدراري كاملين كانوا رجال، كان هذا هو الفوز للجمهور الكبير اللي جا ثاني وساندنا، ونتمنى ان شاء الله ديما نبقاو نفرحوهم ان شاء الله. ان شاء الله ما كرهناش حنا ندوا البطوله الشامبيونز ليغ ان شاء الله اللي مالح.